فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أوصل زوجتي إلى الجامعة، وأحيانا يكون معها صديقتها، فهل يجوز ذلك نقلهما معا؟ لا بأس، لأن هذا ليس سفرا وليس خلوة، ليس سفرا وليس خلوة، يجوز هذا، لا بأس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.